ايه يا حسن؟ اه هشام باشا، احنا جالنا بلاغ حالا بلاغ ايه؟ عن لينا جمال الشربيني. طيب ماشي. نهى يا حبيبتي، احنا خلاص ماشيين، انت لسه قاعده؟ اه انا لسه قدامي شويه. طب ريحي شويه وبكره كملي. لا انا عايزه اشتغل احسن، وبعدين ما وريش حاجه تانية. طب تحبي اقعد معاكي بدل ما تقعدي لوحدك؟ لا لا امشي انتي ونبقى نقعد بكره مع بعض. ماشي حبيبتي، يلا تصبحي على خير. انتي من اهله. بيه كويس ان حضرتك وصلت. ليه تقول ايه؟ الغفير اتصل بينا ولقى جثه. احنا لسه ما بدأنا الشغل بس مستنيين تعليمات سيادتك. طب اعمل مكالمه تليفون وارجع. ماشي يا فندم. ايوه ايوه يا جمال بيه. ايه علي ابن حسين اتكلم؟ احنا لقينا جثه واحتمال تبقى لينا. يا ريت حضرتك تيجي وتشوف بنفسك احسن. لما تيجي هتفهم كل حاجة. أيوة أنا دلوقتي مش فاهمة، أنت هتكمل في الورشة وأنا مع الست الأستاذة نهى بتاعتك دي؟ في الاتنين. ليه يا أخويا فاضي قوي كده؟ أما الست نهى مش عايزاني كل يوم، لما تعوزني في مصلحة هتكلمني في التليفون، هروح أقضيها لها وكان الله بيستر عليك. طب والورشة؟ اتكلمت مع الأست عرفة، اتكلمت معاه وعرفته على اللي فيها، والراجل مش ممانع ياما. وسيبيني بقى ياما بقى، عايز أبلع اللقمة. ابلع يا أخويا، بلعت الحنظل يا بعيد. ما بتاكليش ليه يا بت؟ ما بحبش البتنجان. ما بتحبوش ليه يا نغنوش؟ انا ابوكي متربي عليه. قصدي كل يوم بتنجان، كل يوم بتنجان، زهقت منه بقى. شوف يا اخويا البت. شوف البت؟ ما عندها حق ياما، البت قلبها اتنحر من البتنجان، خلاص بقينا بنعرق زيت، كفايه. ده بتكلف الشيء الفلاني، انت عارف ازازه الزيت بكام؟ الشيء الفلاني انت عامله لنا ديكرومي، ده بتنجان. طيب حاضر. الحمد لله على السلامة يا سيدي المعلمين. كفارة يا معلم، بركة رجوعك لينا والله يا معلم تسوى. ركزوا معايا في الشغل علشان عندنا شغل كتير، بس عايز اعرف الاول عملتوا ايه في الفترة اللي انا كنت غايب فيها عندكم، ومحدش يخبي حاجة عشان انا كده كده هعرف. طب ترتاح الاول يا معلم. قولنا عندنا شغل نخلص منه الاول عشان لما الدنيا ترسي كده وترجع زي الاول، في حساب قديم لازم اخلص منه بالمرة، حساب بيني وبين خالد باشا. وجب يا معلم. وما زال لغز اختفاء لينا ابنة رجل الأعمال جمال الشربيني لم يحل. كده تاني ليلة أعزائي المشاهدين، تاني ليلة بتغيب فيها لينا عن بيتها وعن أهلها. وعشان كده اسمحوا لي إن أنا أجدد النداء. هي فين؟ خليك تشوفها وتتعرف عليها، بس أرجوك حاول تهدى، أرجوك. إحنا آسفين يا جمال بيه، بس كان لازم تيجي تشوف الجثة إذا كانت لينا ولا لأ. اتفضل. لو في أي حد عنده أي معلومة تقدر توصلنا لينا، بنرجوه ان هو يقول لنا.